المكون السحري ده هتحرقي 2 كيلو دهون من جسمك ومن بطنك من اول يوم، في يوم واحد هتخسري 2 كيلو من وزنك. مش بس كده، انت هتبدأي ان انت تحرقي من جسمك وهتنضفي المعدة وهتنضفي القولون عندك وهتخرجي السموم من جسمك، الانتفاخات والغازات وألم القولون العصبي، هتريحي معدتك جدا، هتخرجي السموم من الكلى عندك، هتخرجي السموم من الكبد، هتحرقي الدهون بشكل سريع، كمان هتشيلي الكوليسترول العالي اللي بيكون في الدم والدهون اللي بتكون على الكبد، كمان هتنضفي السموم من جسمك وهتخسي وهتحرقي الدهون بشكل فعال. واحلى حاجة في الوصفة دي ان هي كمان بتزيل الدهون خاصة في منطقة البطن وبتحرقها جدا، البطن السفلية. يا رب تكون ان شاء الله الوصفة تعجبكم، ادعموني باللايك يا بنات ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. ان شاء الله وصفتي النهاردة جميلة جدا يا بنات، وكمان مناسبة للرجال طبعا والنساء، ومناسبة كمان للناس اللي عندها حرقة في المعدة او عندها التهاب في المعدة، او الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم، يعني الناس اللي عندها مشاكل. الوصفة دي كمان هتنفع لهم، مناسبة كمان لكبار السن. وصفة جميلة كمان، بتنظف المعدة جدا، بتنظف الكبد، بتنظف الكلى من السموم، بتحرق الدهون بشكل فعال جدا، وبتشيل الدهون اللي على الكبد، وبتخفض الدهون اللي بتكون زيادة في كوليسترول الدم. ان شاء الله وصفة رهيبة جدا، وبتخسس كمان البطن، وهتلاحظي الفرق ان شاء الله من اول يوم. ان شاء الله قبل ما ابدا وصفتي، لاول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب معايا هنا طاسه، كزرله، اي حاجه تقدري ان انت ترفعيها على النار عندك، تمام؟ وهنبدا نشوف هنحط اول مكون معايا وهو ايه. وطبعا المكونات دي ملهاش بديل، لانها مكونات فعالة، ومش بس فعالة، هي كمان يعني مفيدة لجميع الاعمار وجميع الناس، يعني ملهاش اي اضرار ولا اي اثار جانبية لاي حد. معايا هنا معلقة من الشاي الاخضر، تمام، معلقة من الشاي الاخضر، وطبعا ملهوش بديل. هتقولي لي شاي اسود؟ لا، هو احنا عايزين شاي اخضر، لان الشاي الاخضر هو اللي بيزود الحرق وهو اللي بينظف المعدة جدا. ومعايا هنا تاني مكون، بسم الله، وهو الكمون، الكمون المطحون، الحصى، زي ما انت عايزة. المهم ان احنا هناخد مقدار معلقة صغيرة منه ومعلقة كبيرة من الشاي الأخضر، تمام. ومعايا هنا بقى المكون السحري ده، بسم الله، وهو الشعير. الشعير يا بنات يعني أنا عملت منه أكتر من وصفة. الشعير من الحاجات الرهيبة للتنحيف، بيزود الأيض جدا، وبيعلي نسبة الحرق عندك جدا، بمجرد يعني بيزود كمان نسبة التعرق في الجسم، بيخسس الجسم جدا. مش بس كده، هو بيعمل على تنظيف الكلى وتنظيف الكبد من السموم وكمان من الدهون. فهناخد معلقة منه كبيرة بالشكل ده، معلقة ونص معذرة من الشعير. احنا هنزود الشعير اكتر لانه هو الاساسي معايا في الوصفة، تمام. ومعايا هنا حبة من الليمون الحامض، وطبعا زي ما بقول كل مرة لازم الليمون معايا هنا ما ناخدش المية بتاعته، لازم ناخد القشر معاه بالبذر كمان، يعني ما نشيلش البذر. انا عايزة الليمونة كاملة بالشكل ده، تكون معايا كاملة. هنقطعها قطع صغيرة بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نحطها على المكونات بتاعتي دي. بعد كده هنيجي وننزل عليهم بمية، ادي كوباية ونص، كوباية ونص من المية، كوباية بالحجم ده ونص من المية هنحطها على المكونات دي. هنبدأ ان احنا نرفع المكونات ديت على النار. اول ما تغلي، اول ما تغلي هتوطي عليها النار وهتسيبيها 3 دقايق بس،
يعني اول ما هتغلي هتسيبيها على نار هاديه هتغلي معاكي، بعد ما تغلي معاكي هتروحي موطيه النار وقافله عليها مغطياها، وهتسيبيها 3 دقائق، تعدي لها 3 دقائق وتروحي قافله عليها على نار هاديه. زي ما انتم شايفين اهو خليتها غلت، طبعا الميه بتاعتها طبعا ما نقصتش. ليه؟ لان انا بعد ما غلت وطيت عليها النار خالص وقفلت عليها، وبعد كده ايه سبتها 3 دقائق بس. هنبدأ نجيب كوباية هنا، وكوباية دي تكون كوباية كبيرة بتسيع كوبايتين صغيرين، تمام. هنبدأ نعمل كده وهنحطها بالشكل ده كده اهو، وهتبدأي تجيبي المصفى بتاعتك وهتبدأي تصفي المشروب بتاعك ده. وطبعا الكوباية دي كبيرة يا بنات، يعني بمقدار كوبايتين صغيرين، تمام. كوباية كبيرة، بصوا هتصفي المشروب كله سواء بقى في كوباية كبيرة سواء في كده زي ما انت حابة، تمام. بصي يا حبيبة قلبي، بعد كده هتبدأي تجيبي طبق اي حاجة تقدر انك تغطي بيها المشروب بتاعك وتقفلي عليه بالشكل ده، تمام. هقولك هنستخدم المشروب ده ازاي، وازاي هيخسسك اثناء نومك، ازاي هتخسي وهتطلعي كده ان شاء الله من شهر رمضان جسمك ممشوق وقوامك ممشوق ان شاء الله، وبطنك مش هتكون فيها دهون نهائي. هنعمل مع بعض حاجة كده سريعة، هنجيب هنا معايا طبق بالشكل ده، هنعمل الحاجة السريعة دي وهقولك بتفيد في ايه. بس بالله عليكي هي سهلة جدا بس مفيدة جدا. هنبدأ ان احنا نيجي مع بعض ونجيب خل تفاح، وطبعا لو عندي خل ابيض مش مشكلة هينفع، بس طبعا خل التفاح افضل بكتير من الابيض سواء للشرب او للدهان، تمام. هنبدأ ان احنا ناخد خل التفاح بتاعنا ده، كل اللي احنا هنحتاجه من خل التفاح معلقة واحدة بس صغيرة من خل التفاح بتاعنا، تمام. الوصفة دي يا بنات خطيرة جدا جدا ورهيبة رهيبة زي المشروب بالظبط، وهقولك هتنفعك في ايه علشان ان شاء الله بعد ما هتستخدمي الوصفات بتاعتي دي ان شاء الله بإذن الله بإذن الله هتدعين. هناخد نص معلقة، قصدي معلقة كبيرة او نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من القهوة او البن، وينفع كمان نسكافيه. هنحطه بالظبط كده وهنقلبه كويس قوي مع خل التفاح بتاعه بالشكل ده. قلبناهم يا جميلة يا حبيبة قلبي، وبالله عليكي اللي محطش لايك يحط فضلا وليس امرا، حطي لايك بنية الافادة، ارفعي الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وربنا يجازيكي الف خير يا رب. اول حاجة المشروب بتاعنا ده هنشربه بارد دافي دافي خالص، يعني علشان طعمه ما يبقاش تقيل عليكي او يتعبك، انت هتشربيه دافي. اول ما يدفى خالص هتفضلي مغطيه عليه 10 دقايق ربع ساعه لحد ما يدفى خالص. تشربيه كده ايه، هتشربيه امتى يا حبيبه قلبي؟ هتقسمي المشروب ده على قسمين، هو بمقدار كوبايتين. هنعمل المقدار بتاعنا اللي هو ده على مقدار كوبايتين فقط. هنشربهم ازاي؟ هنشربهم كوبايه قبل الفطار على طول وكوبايه قبل السحور على طول. الاثنين دول هنقسم المكونات اللي احنا عملناها في اول الفيديو دي هنقسمها على مرتين، مره قبل الفطار ومره قبل السحور. طيب بالنسبه للمكون السحري ده اللي احنا ما كملناش حاجه وعملناه، ده هيفيد في ايه؟ ده الناس اللي عندها ترهلات وخطوط بنيه وخطوط بيضاء وترهلات وكرمشه ودهون زياده في اسفل البطن، في الصدر، في الجناب، في الذراعين، في الساقين، عندها ترهل شديد وكرمشه في الجلد، عندها خطوط بيضاء وخطوط بنيه، عندها سلوليت، الدهان ده هتاخديه وهتدهني بيه كويس جدا جدا منطقه البطن، اي منطقه فيها الكلام ده كله، وهتسيبيها لمده ساعتين ما يقلش عن ساعتين، وهتغسلي مكانها كويس قوي، هتستخدميها يوميا مع المشروب ده. طبعا اول ما توصلي النتيجه المطلوبه وقفي على طول، لان المشروب ده طول ما انت بتستخدميه طول ما هو بينزل من وزنك وبيخسسك، وكمان الدهان ده عشان لما تخسي تحسي ان انت خلاص بطنك اتشدت، صدرك اتشد، جسمك ما بقاش فيه اي كرمشه. وان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم وهتستفادوا منها جدا. ما تنسونيش في اللايك حبايبي، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.